الحقيقة بيغيب عنا في هذه الأيام ورحل عننا علامة من علامات الخيول في العالم ومن أقدم المرابط الموجودة داخل جمهورية مصر العربية ومن أنجح البرامج على مستوى العالم اللي حققت نجاحات لحد النهاردة بنطمح إن احنا نكررها تاني ونحوز على بطولة العالم اللي حصل عليها مربط البادية قبل كده. الحقيقة احنا بنجتمع عشان نكرم ولو ان احنا مهما قلنا ومهما اتكلمنا الدكتور نصر الله يرحمه بنجاحاته وبخيله وبمربطه هيفضل عايش جوانا ومعانا لمدة طويلة جدا. فأنا بتشرف بحضور آل مرعي لحضور هذا التكريم وبشكرهم لحضورهم وبطلب من الجميع ان احنا نقف جميعا دي احداث على روح الدكتور نصر الله يرحمه. الفتحة على روحه. تفضل. فده شيء بسيط جدا نشكر بيه الدكتور نصر و يعني عمره ضيعه معانا وقته وابوه كله معانا ومع خيره. فانا بسال ربنا ان هو يتغمده برحمته ويغفر له ذنوبه وبتمنى من آل مرعي ان هم يكملوا رساله وامانه الدكتور نصر كان بيعنى بيها وبيهتم بيها باعتبارها جزء منه من حياته لان مربط البادية نجاح عطاء واستمراريته في ايديكم. فانا بتمنى ده يكون عند حسن ظنكم. مساك الله بالخير. اولا جميعا نترحم على هذه الشخصيه التي كانت صوره مشرفه ليست لمصر وحدها بل للدول العربيه كافه. كان صورة مشرفة، كان أداء رائع، كان أداء متميز وحضور ذو فاعلية في كافة محافل الفروسية. منظمة الجواد العربي باسم كل عربي يسعدها في هذا المساء أن تنقل تحياتها وشكرها وتقديرها لهذه الشخصية ولمصر التي أنجبت أمثال هذه الشخصية، غفر الله له وطيب مثواه. شكرا لكم والى لقاء اخر في مناسبات سعيده. تاخذ كلمه